خلينا بقى نكمل كلامنا عن العالمين ونكمل اجواءنا على العالمين. استوديو صباح الخير يا مصر عنده هناك استوديو في العالمين الجديده مع زميلتنا دينا شرف اللي موجوده هناك وهنصبح عليها دلوقتي. صباح الفل عليك يا دينا. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا مصطفى، صباح السعاده والتفاؤل على كل مصريين في كل مكان. احنا النهارده برنامج صباح الخير يا مصر من مدينه العالمين الجديده. طبعا امبارح كان عندنا حفله جامده جدا للهضبه عمرو دياب في مسرح اليو ارينا. المسرح كان بيتهز وبيترج من كتر سعاده وفرحه وحماس الجمهور اللي كان مبسوط جدا بالاجواء الحفله والاغاني اللي غناها عمرو دياب، لان عمرو دياب هو محفور في وجدان كل شباب مصر ويمكن لحد الكبار كمان. مدار سنوات طويلة جدا احنا لينا اغاني نوستالجيا مع عمرو دياب وذكرياتنا وذكريات الصيف، وكنا بنستنى كل شهر يوليو علشان نبدا فصل الصيف مع عمرو دياب لما بينزل الالبوم بتاعه، كان ايامنا كده كان اسمه البوم. فيعني احنا بالنسبة لنا عمرو دياب هو يعني محفور في ذكرياتنا وعشنا معاه كل مراهقتنا وشبابنا، ولحد دلوقتي هو مكمل معانا ودايما يا رب مكمل لان هو مفيش زيه، يعني زي ما بيتقال كده الحفلاته مفيش زيها. ويمكن هو كمان وجه شكر امبارح للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه لان هو كانت جزء وساهمت بشكل كبير ان هو كان يبقى مع الجمهور اللي كان سعيد جدا بيه، وكان بيقول الجمهور ده دايما انا بكون تحت رغبته وتحت امره علشان اقول له كل اللي هو بيحبه والبي كل رغباته. عندنا طبعا فعاليات كتيره جدا في مهرجان العالمين مستمره معانا النهارده، مسرحيه السندباد لليوم الثالث على التوالي، كمان بالليل على المسرح الروماني زميلي العزيز الاعلامي شريف مذكور هتكون في ضيافته النجمه والمطربه الكبيره ديانا حداد، هتبقى ليله كلها غنى ومزيكا من الفن الاصيل. كمان عندنا فقرات الرياضيه مش هنقدر ننساها ابدا لان طبعا كان عندنا بقالنا يعني يومين ومكمل معانا كمان مسابقه السيارات ريف ات اب اللي في مصر والشرق الاوسط، ودي اكبر مسابقه بتضم 130 متسابق من جنسيات مختلفه. كمان يمكن من الخبر اللي كله سعاده وتفاؤل وحب ان الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه خصصت شاطئ خاص لذوي الهمم علشان يستمتعوا بالاجواء الصيفيه في مدينه العالمين الجديده، وزي ما بنقول هي مدينه لكل المصريين. فقرات كتيره جدا ويعني فعاليات رياضيه كمان، ماتشات للسله وماتشات لنهائي كأس السلة للسيدات والرجال هنا على شاطئ مدينة العالمين الجديدة. كمان ما ننساش ان كان في جولة كبيرة جدا لوزير السياحة كان بصحبته الأستاذ عمرو الفقي المدير التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطبعا كان معاهم بصحبتهم 13 سفير من جنسيات مختلفة، وكمان كان بيغطي هذا الحدث أكثر من 24 وسيلة إعلامية مصرية وعربية وأجنبية وعالمية. طبعا ده بالنسبة لنا إنجاز كبير جدا لأن ده اللي ساهمت فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنها قدرت بشكل كبير تروج لمدينة العالمين الجديدة وتساعد بشكل كبير جدا التطور العمراني اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة. بصبح عليكم مرة تانية وصباح الخير يا مصر.